حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الصحافة تقول، معي أنا حسن الكندي. نستعرض لكم فيها أهم الأخبار والمواضيع التي تناقلتها الصحف والمواقع اليمنية، وإليكم العناوين. التحالف ينفي ادعاءات الميليشيات الحوثية باستهداف مركز احتجاز في صعدة. لقاء بين عيدروس الزبيدي والمبعوث الأمريكي. قوات العمالقة الجنوبية تسيطر على مناطق جديدة على مشارف طرق مأرب والبيضاء. وأول تعليق لمؤسسة الاتصالات عن انقطاع الإنترنت. أهلا بكم. قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن أنه لا صحة لما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية. وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيات الحوثية الإرهابية عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر أمس، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله. وأضاف المالكي أن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيات الحوثية غير صحيحة، لافتا إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد، وتم عمل مراجعة شاملة للإجراءات ما بعد العمل بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف، وتبين عدم صحة هذه الادعاءات. وأوضح المالكي أن الهدف محل الادعاء لا تنطبق عليه المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعدها العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة 23 من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب، وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز. التقى عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبر الاتصال المرئي سعادة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ. وخلال اللقاء أكد الزبيدي أن العمليات العسكرية الراهنة ضد الميليشيات الحوثية في شبوة ومارب هي نتيجة طبيعية لكبح تمادي الميليشيات الحوثية التي لا يهمها سوى الإرهاب والقتل ونشر الفوضى. وأكد رئيس الزبيدي خلال اللقاء إلى أن التصدي للميليشيات الحوثية يتطلب توحيد الموقف الدولي ضدها وتصنيفها في قائمة المنظمات الإرهابية وإعادة ترتيب صف القوى المنوءة للحوثي. من جانبه أكد المبعوث الأمريكي أن مسألة إعادة تصنيف الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية مسألة قيد النظر، وأن القرار لم يتخذ حتى الآن، مشددا على دعمهم لجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع. تقدمت قوات ألوية العمالقة الجنوبية باتجاه الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء. وأفادت مصادر ميدانية بتقدم قوات العمالقة الجنوبية باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، وذلك بعد أن تمكنت من تطهير الجبال المطلة على حريب بمأرب، وتلك المشرفة على الطريق الواصل بين مأرب وشبوة. وقالت المصادر وبهذا التقدم تؤمن ألوية العمالقة الطريق الحيوي بعد قتال دام ساعات وانتهى بطرد ميليشيات الحوثي من كل المواقع التي كانت تتخذ منها ممرا لمهاجمة الطريق وقصف قرى مديرية عين بشبوة. وبحسب المصادر أو بحسب مصادر عسكرية في قوات العمالقة الجنوبية، فإن التقدم باتجاه مأرب وتحديدا مديرية حريب يأتي لتأمين المديريات المحررة في شبوة وقطع خطوط الإمدادات. وأكدت المصادر أن لا توجد نية لقوات العمالقة للقتال في العمق الشمالي، حيث أن أبناء المحافظات هم المعنيين بتحرير مدنهم من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. وزعت المؤسسة العامة للاتصالات مؤخرا تصريحا صحفي، وذلك تعليق على انقطاع الإنترنت يمن نت عن البلاد بشكل عام، وأعلنت عن استعدادها لحل مشكلة انقطاع الإنترنت.
وأضافت الوزارة وفقا للملاحظات المقدمة من الفنيين والمهندسين لدى المؤسسة العامة للاتصالات، قالت بأن الخلل يعود إلى تضرر المولد الكهربائي الواقع على بعد أمتار من المحطة، والذي يغذي محطة فالكون في الحديدة الواقع في مبنى تيلمن، وما يؤكد استمرار خدمة الإنترنت لمدة ساعتين من خلال عملها بالبطاريات بعد ادعاء الحوثيين تعرض المحطة للقصف. أو قد يعود الخلل حسب ملاحظة الفنيين والمهندسين عن حدوث انقطاع في الكيبل الأرضي، وفي حال حدوث هذا فإن المؤسسة تملك الكفاءات والمعدات وبإمكانها إصلاحه خلال ساعات. وأشارت أن كان الخلل أو إن كان الخلل كبير ويحتاج إلى أسابيع، فإننا نعلن في المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن استعدادنا للقيام بربط المحافظات التي انقطع عنها خدمة الإنترنت والمتصلة بالبوابة الدولية بمحافظة الحديدة، وربطها ببوابة عدن الدولية لاستئناف خدمة الإنترنت. وللحديث عن انقطاع الإنترنت وتأثيره على البلاد ينضم إلينا عبر الهاتف السيد صلاح العاقل مراسل قناة الغد المشرق. صلاح العاقل، كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك وبكل مشاهدي قناة الغد المشرق. أهلا بك. أزمة خدمات الإنترنت في البلاد، برأيك هل توجد حلول سريعة وجادة لها؟ من المعلوم أن مشاريع الاتصالات تعد من المشاريع الاستراتيجية التي يجب أن تصاحبها دراسات على الميدان وعلى الواقع وأيضا قبل التنفيذ. هناك حالة من السخط الشعبي الحقيقي في أوساط المواطنين، بالذات هنا في المناطق الجنوبية، من إصرار المؤسسة العامة ووزارة الاتصالات والحكومة أيضا قبل كل ذلك على مواصلة أخذ خدمة الإنترنت والاتصالات عبر مراكز التحكم التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي التي كانت ولا زالت تعبث بمقدرات البلاد وأيضا تسير تلك الخدمات في طالشها المجهودي، سواء على مستوى المجهود الحربي أو حتى على مستوى العمل الاستخباراتي أو تصفية خصومها السياسيين. أعتقد أن خدمة الإنترنت الآن لا نستطيع أن نقيم مدى الضرر الذي لحق بها طالما وهي لا زالت تحت سيطرة جماعة الحوثي، وهناك ملاحظات أخذت بعين الاعتبار بأن الحكومة دائما ما تحاول أن تماطل فصل الشبكات المحلية والدولية للاتصالات والإنترنت من خدمات المشتركين في مناطق سيطرة الحوثي. نعم، أيضا هناك شكوى من صعوبة الاتصال الدولي والمحلي أيضا، هل هذا يعني تضرر خطوط الاتصالات العادية أيضا؟ هناك شكاوى سجلت للعديد من المشتركين بالذات في خدمة الهاتف الأرضي أو التليفون الثابت. هناك بعض الأرقام التي انقطعت عنها الخدمة ولا نعلم ما السبب حتى الآن، ولكن فيما يبدو أن هناك أيضا نية من جماعة الحوثي فصل الناس والمواطنين تحت سيطرتهم عن الواقع وعن الاتصال العالمي من خلال انقطاع خدمة الإنترنت. بات من المؤكد مؤخرا أن الميليشيات تكبدت العديد من الخسائر بالأرواح والعتاد، سواء على مستوى خطوط التماس المترامية أو حتى على مستوى واقع الضربات التي تلقتها من خلال الغارات الجوية لطيران التحالف العربي مؤخرا. نعم، هناك أنباء عن تقديم رجال أعمال جنوبيين مقترحا لإنشاء شركة اتصالات جديدة في عدن، هل ستحل هذه الشركة المشكلة برأيك؟ بكل تأكيد إن كانت هناك نوايا صادقة من قبل صناع القرار والحكومة لإنشاء الشركات، سواء شركات استثمارية أو شركات مساهمة، ستكون ذا أفضلية، بالذات وأن الشركات القديمة التي تسيطر على إدارتها جماعة الحوثي لا تسعى إلى تطوير خدماتها في المناطق المحررة، بالذات في المناطق الجنوبية، سواء على مستوى الهاتف المحمول أو حتى على مستوى خدمة الإنترنت. فبالتالي يجب أن تكون هناك شركات استثمارية أو أهلية أو مساهمة تقوم في مناطق بالذات في العاصمة عدن وتقدم الخدمة لكل المشتركين في مستوى المحافظات، سواء المحافظات البلاد بالكامل أو حتى على مستوى المحافظات المحررة، وتكون تحت
إدارة الحكومة وأيضا السلطة هنا في مناطق التحرير. نعم، شكرا لك صلاح العاقل، مراسل الغد المشرق من عدن. الصحافة تقول مستمر وفيه بعد الفاصل. قائد المنطقة العسكرية الرابعة يدى الحكومة لصرف المرتبات. لحج إغلاق المحطات الصغيرة ومداهمة أحواش مخفية لتفريغ الغاز المنزلي. أهلا بكم من جديد. وجه قائد المنطقة العسكرية الرابعة دعوة إلى الحكومة وإلى كل الجهات المعنية، طالب فيها بصرف رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة دون تأخير أو تسويف أو مماطلة، وبأي آلية صرف كانت، وعبر لجان عسكرية أو غيرها. وأضاف أن رواتب المقاتلين متوقفة للشهر العاشر على التوالي، ومنهم من يرابط في الصفوف الأولى بجبهات القتال في مواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، وآخرون أفنوا سنين أعمارهم في خدمة الوطن وصاروا اليوم بدون رواتب ويعانون الفقر والعوز والجوع كون الراتب مصدر لقمة العيش الوحيدة لهم. واختتم قائد المنطقة العسكرية الرابعة بتجديد شكره إلى قيادة التحالف العربي لوقوفها مع بلادنا ضد المشروع الفارسي الإيراني وأدواتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدا القول سندافع عن وطننا مثلما كنا من أول يوم في مارس عام 2015 حتى تحقيق النصر الحاسم على الميليشيات الظلامية. أغلق صباح اليوم مكتب الصناعة والتجارة بلهج محطات بيع الغاز المنزلي الصغيرة المنتشرة على طول الخط الرئيسي الذي يربط عدن بلهج والواقع في إطار مديرية تبن. ونفذ مدير عام مكتب الصناعة بلهج محمد عبد المنان شريف الشعبي حملة مداهمات على الأحواش المخفية الموجودة غرب منطقة الرابط بتبن، والتي تتواجد بها قاطرات تقوم بتفريغ الغاز المنزلي بغرض البيع للسوق السوداء. وقال محمد عبد المنان تأتي هذه الحملة بالإضافة إلى الحملات السابقة للحد من التلاعب بحصة المحافظة من الخازن المنزلي وضبط المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف. ورافق الشعبي في هذه الحملة مندوب شركة الغاز بالمحافظة وعدد من المسؤولين بالمكتب. قالت مصادر مطلعة في الجالية اليمنية في جمهورية مصر أن الحكومة المصرية أصدرت قرارا يقضي بالسماح للمسافرين اليمنيين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا الدخول إلى أراضيها دون اشتراط عمل فحص PCR. وأكد مستشار وزارة المغتربين في السفارة اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة عن السماح لدخول اليمنيين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بشرط أن يكون اللقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية وأن يكون قد مضى على آخر جرعة مدة 14 يوما. وأشارت المصادر إلى أنه يمكن لغير الحاصلين على اللقاح الدخول بموجب فحص PCR، وليس كما يشاع أن الدخول لا يكون إلا للملقحين فقط. وجه عيدوس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بعلاج الفنان القدير عوض أحمد ونقله للعلاج في الخارج إذ تطلب الأمر. جاء ذلك في إفادة نشرها نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح. وقال صالح عبر حسابه على فيسبوك أن الرئيس الزبيدي وجه بعلاج الفنان عوض أحمد ونقله إلى الخارج إذ تطلبت الحالة. ومنذ أيام يعاني الفنان الكبير عوض أحمد من أزمة صحية حادة أقعدته فراش المرض، وأطلق عدد من الإعلاميين والنشطاء دعوات لإنقاذ حياته وأن لا يكون ضحية للتجاهل والنسيان والتنكر، حيث وأنه من أبرز فنانين الجنوب والذين قدموا للوطن الكثير والكثير. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا إلى الختام، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة مع عناوين وأقاويل صحفية جديدة. فلسنا نحن من نقول، ولكن الصحافة تقول. إلى اللقاء.